ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد والفيديو هو فيديو النهارده بيكمل يعتبر فيديو امبارح اللي نزل عن الالعاب. عملنا رياكشن عن العاب اتاري زمان، دلوقتي جبنا لكم افضل 10 العاب بتوع زمان بس مش اتاري، لا بقى على الكمبيوتر، العاب عادي على العاب اول ما هتشوفها، وان شاء الله تحملي الالعاب كلها. انا متاكد واثق جدا اي حد يشوف الالعاب دي هيكون على الاقل نفسه يجربها تاني، يعيد مثلا ذكريات او نفسه او يلعبها. عامه كل الالعاب احنا حتى هنجربها تاني وهنلعبها عشان الالعاب صح جميله جدا. عامه كل الالعاب اللي هتكون موجوده اللي احنا هنعرضها لكم دلوقتي في الفيديو هننزلها تحت في الديسكريبشن وهنحط التحميل كل لعبه، تمام؟ مش هنكتب لكم اسمائها بس، لا، عشان اللي حابب ينزل اي لعبه ينزلها على طول. ودلوقتي هنوري لكم الفيديو اللي معانا. يا لهوي كده ازاي؟ اسمعك ليه باين؟ طبعا يا جماعه معانا اول لعبه كابتن كلاو، باين لعبه اسمها كابتن كلاو، دي قديمه قوي، وصراحه انا اول ما شفتها صراحه دي الالعاب المفضله اللي انا كنت بحب العبها جامد، وفيها مغامره وكنت كل شويه بلعبها. فان شاء الله يبقى لينك التحميل في الديسكريبشن. او ما شفت اللعبه دي والله يعني افتكرت ايه دي. طبعا هنا معانا علاء الدين، علاء الدين اكتر، يعني دي تاني لعبه برضه كنت بص الالعاب دي كلها كانت عندي على الجهاز اصلا. كانت دي العاب عندي على الجهاز القديم ده، بس ده الجهاز الجديد. كنا مدمنين العاب، كنا مدمنين الالعاب دي بالذات، يعني بصوا حاجات فيها وكنا ما بعرفش اعديها، بقعد ادخل على النت او ادخل على اليوتيوب ازاي اعديها يعني مثلا ازاي هنا سونيك. لا مش من الالعاب المفضله بتاعتي، انا كنت بلعبها دي، انا كنت بلعب اللعبه. هو اخويا كان بيحب سونيك صراحه، كان انا ما كنتش بحب اللعبه دي بالذات. اصدار احسن، هو كان دي اصدار قليل شويه، لكن هو كان جايب اصدار حديث برضه. ان شاء الله دي هتبقى تحت في الديسكربشن ان شاء الله اللي حابب يحملها. يعني لعبة مسلية، لعبة مسلية كده سريعة أو خفيفة، ما تاخدش مساحة أساسا. طبعا دي ايه دي؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، اصل دي اصدار اقل باين. انا لازم اعملها. جاز جاك رابط، دي اللعبة دي اصل دي الجزء الثاني، ليها جزء اول خطير خطير. اوه في والله بعشق الجزء الاول ده. يا لهوي حلو قوي والله. دي برضك تحملها هيبقى في الديسكريبشن. حلو قوي اقسم بالله. لا فكرت مش هركليز. هركليز يا لهوي، خبيك كده في ايه يا جدعان؟ يا نهار ابيض يا جدعان، والله كل حاجه بتفكرني بذكرى في دماغي. يعني تالي اي حد هيشوف اللعبه اللي هو كان بيلعبها كتير هيقول يا لما انا كنت هنا، ولما كنت هنا كنت ساكن، هيفتكر كل حاجه. فانا كنت مصمم اجيب لكم الفيديو ده، يعني حتى عملت منه جزء تاني، قلت يعني ممكن كمان اعمل جزء تاني. اللعبه دي نحس ان انا لهوي خفت كده. الحق اسكت بقى عشان والله يا جماعه دي خفت كده من ايام 2011. لعبه طرزان من الالعاب اللي انا كنت بعشقها، بصوا بشده بجد بجد يا نهار ابيض. بص تقعد تجمع التيل لحد ما طرزان. ايه ده؟ باتمان اللعبه الوحيده اللي كنت كل ما اجي العبها الاقي في شويه اسرار كده فيها ما بعرفش اعديها خالص. كنا بنقف في مرحله كل شويه انا واخويا نطلع. بس كلعبه كانت الجرافيك بتاعها كان جديد بالنسبه لها، حاجه بالنسبه لنا كانت حاجه حلوه. بس بتعمل حاجه جديده وكده. ايه ده والله خطير، ده جامده. طب تضرب الناس وتضربوك بقى ايه دي؟ لا دي ما كنتش بلعبها. لا لا اللعبه دي ما كنتش في اكيد في حد لعبها. في لعبه كنت بلعبها سيارات بس ايه ده؟ اللي هي بتجيب دي يبقى الحق الحق اللي هي فيها حاجات اللي هي بتقوم جايب كده الناس وتقوم تحط جاب ناس جايب العربيات بقى. اكيد انتوا افتكرتوها. والله انا افتكرتها والله يا زيز افتكرتها والله. دلوقتي في لعبه اسمها بلور تلاقي جديده سيارات. ايه ده؟ يا نهار ابيض سبايدر مان. سبايدر مان اول لعبه سبايدر مان جبتها عندي على الجهاز، والله العظيم اول لعبه سبايدر مان جبتها عندي على الجهاز. كان في لعبه تانية اصدار احدث، كان عندي اصدار احدث على الجهاز اللي انا بمنتج عليه ده، بس بعديها مسحتها. سبايدر دي كان بص بي
شبك عليه، جيسوس شبك عليه يقوم بص يقوم حضنه كده باين، بس هو هو شبك عليه. دي بصوا سبايدر مان 2003، خلي بالكم دي سبايدر مان 2003. يا لهوي اللعبة دي كانت بالنسبة لنا ايه؟ هالك يا نهار ابيض، ادمان يا اقسم بالله خرافية. حاجات والله حلوة جدا. بص بس هي دي شيل كل حاجة. حاجات حلوة جدا للأجهزة مثلا اللي هي مثلا اه الأجهزة اللي هي بيقعدوا يقولوا الأجهزة الضعيفة، اللي هي الأجهزة مش متطورة جامد، اللي هي إيه مثلا عادي كمبيوتر على قد، شاشة على قد، كل حاجة على قد، فأنت تجيب الألعاب دي تتسلى بيها واللي هي الألعاب الجديدة السنة اللي هي حلوة. الألعاب الجديدة شفتوا يا جدعان والله يعني الخمس دقايق بتاعت الفيديوهات دي اللي أنا شفناها افتكرنا كل ألعاب زمان، افتكرنا كل أيام زمان وألعاب زمان، وصراحة حاجة جامدة أوي. ولسه فيها كده ألعاب تانية كتير يعني، مش دول بس، فيها في العاب كتير جدا اساسا. بس كده يا رجاله، طبعا الفيديو ده لو انتوا حابين اللي احنا نطلع تاني ونعلق على فيديوهات جيمنج، يا ريت نوصل الفيديو ده ل 40 لايك. 40 لايك او بقول 50 بس خليها 40 لايك. سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، هتلاقي كل يوم يعني واخد بالك انت، يعني كل يوم هتصحى ان شاء الله هتلاقي فيديو ان شاء الله على قد. حتى يعني مثلا يوم ايه ما بنتاخر او بنرفعه بالليل، اه يوم ما بنتاخر او بنرفعه بالليل، الوقت الرفع بتاعنا يتقال على المغرب بعد المغرب يعني. تمام، شوف اللي عجبه اي لعبه من دول يكتب اسمها تحت في الكومنتات، وكده كده هيبقى فيه كل اللعب باساميها من اولها لاخرها، هتترقم حتى ب 1 2 3 لحد الاخر لحد نهايه الفيديو كده. التحميلات هتلاقوها تحت في الديسكربشن. تمام، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت تقول اسم اللعبة المفضلة لديك زمان. وبس كده الفيديو خلص، كان معكم ايه بي فيديو. سلام.